يوم جديد واختبار آخر، علي العودة. إذا لم تكن لديك ثقة بنفسك فمن سيثق بك؟ ها أنت ذا، هل أنت مستعد؟ أظنني كذلك. لا تفكر في الماضي، فلا تأثير له على الحاضر. ارتدي ملابسك وسنبدأ. هيا يا باسل كما تدربنا. أمرك معلمتي. تبدو قويا اليوم باسم، واصل التدرب. استعد يا باسم، استعد. اقفل، رأيت ما يكفي، سنحاول غدا. شعرت أني بخير. أستطيع أن أرى ذلك في جسدك، تفقد تركيزك بسهولة. تعد قفزة الثقة خطوة حاسمة في طريقك نحو البدء، وهي من أولى شعائر الأخوية وأقدسها. لتأديتها بنجاح لابد أولاً أن تثبت عقلك وجسدك وروحك، وأن تحتوي الخوف وتخمده وتعثر على السكينة وتتحرر. أمرك معلمتي. لنعود إلى المعسكر. هل أسألك شيئاً؟ يمكنك. في الأنبار عند القصر شهدت اجتماعاً بين الخليفة وخمسة رجال مقنعين، أفراد التنظيم. كان الخليفة يحمي الغرض الذي اكتشفوه، لكنه كان يجهل نياتهم، حتى إنه لم يكن يعرفهم بالاسم. كيف لأقوى الرجال نفوذاً في بغداد أن يطأطئ رأسه هكذا لأشخاص مجهولي الهوية؟ هيمن التنظيم على رجال كهؤلاء وبلادهم لقرون، من خلال إقناعهم بحقيقتهم أنهم حكام العالم الطبيعيون. لم يكن الخليفة سوى دمية بين أيديهم، وكذلك سيكون من يخلفه، الخلافة برمتها تحت تأثيرهم. باسم، تحدث إلى فولاد وانظر إن كان يحتاج المساعدة، سنواصل التدريب لاحقاً. أمرك معلمتي. باسم، كيف حالك؟ أجلاً كيدو، الطعام آتٍ. إنه ذكي، وأحسب أن الذكاء يتناغم مع الصبر. يذكرني هذا بشخص. هل تحدثت إلى المعلمة روشان؟ تحلى بالصبر وترفق في تقدمك. سأضع هذا نصب عيني. طلبت مني روشان أن أقابلك. نعم، تحتاج رفقة إلى أشرطة جلدية. هل تستطيع إحضارها من المستودع؟ سأفعل يا فولاذ. أراك لاحقاً. إن هذه القوات الموجودة بأرض الخلافة بدأت بالتضييق علينا. القوات؟ أنت تقصد التنظيم يا أبان؟ أنا لا يسعني الحديث إلا عما أعرفه يا صديقي. الخليفة يرغب في ردع المتمردين، وإذا أردت مد يد العون لهم فليس باستطاعتنا أن نضمن حمايتك من عاقبة أفعالك لدى الخلافة. يمدنا المتمردون بالأنباء في بغداد، نحن عميان بدونهم. مهما يكن من أمر، فالوالي محمد عازم على إظهار قدرته على التخلص من هذا التمرد سريعاً. لا شك في ذلك. أتيت لأحذرك، تتغير الأحوال بسرعة في بغداد، لعلك ستضطر إلى التصرف بأسرع مما توقعت. فهمتك يا أبان.
هذا يعني أن الطاهريين الذين يحكمون هذه الأراضي هم الحائل الوحيد بين ألموت وهجوم واسع النطاق. سلام هش، إلى متى سيستمر ذلك؟ ليست فكرتي عن قضائها. رفقة؟ باسم، باسم، هل تجوب الآن أرجاء المخيم بلا غاية؟ لا، لدي هذا الشريط الجلدي من أجلك، هل يفي بالغرض؟ أصرت روشان على أنك تجاوزت التدرب بالسيوف الخشبية رغم اعتراضي على ذلك. إليك خنجرك؟ وسيفك، أفخر بأنني عملت عليهما. هذا النصل له طبع مميز. ولما قد أصنع شيئاً غير فريد؟ أنا مدين لك، لم أكن أتوقع الحصول على أسلحة جديدة اليوم. رد لي الدين باستخدامه ضد التنظيم، دعهم يذوقون حدة طبعه. عمل جيد، نلتقي غدا. باسم، حان وقت التدرب على القتال. اندهشت حين أعطتني رفقة هذا، أليس من الخسة أن يقاتل المستتر بالسيف؟ نحن المستترون ينبغي أن نقاتل بأسلحة مختلفة، لا نعرف أي مبلغ سيبلغه القتال. أي شخص يمكنه حمل السيف، لكن كيف سيستخدمه؟ أنا هنا لأتعلم ذلك. أأنت حقاً هنا؟ حسناً، نعم، أعتقد ذلك. أنت هنا بجسدك، لكن هل أنت هنا روحاً وذهناً؟ أهذه أحجية؟ لا، بل هو الفارق بين الحياة والموت. احرص على استهدافي والدوران حولي، لا تدر ظهرك للخصم أبداً. جيد، هذا أفضل. أريني طعناتك السريعة أولاً. جيد. أجل. ممتاز. أحياناً علينا الهجوم بقوة أكبر لإلحاق ضرر أشد. سيعرضك هذا للهجوم، لذا تخير الوقت المناسب. والآن هيا. نعم، هكذا. لما كل هذا الانتظار؟ هاجم بقوة. ممتاز. والآن إلى الدفاع، يمكنك تفادي هجمات خصمك. بعد التفادي بنجاح بضع مرات ستشل حركة الخصم. حاول تفادي هجماتي. أجل. هذا جيد. ممتاز. بعض الهجمات لا يسعك تفاديها، بل يجب مراوغتها. جهز نفسك.
أحسنت صنعاً. هذه هي الطريقة. أحسنت. والآن لنجرب القتال الحر. استغل ما علمتك إياه. أوف، فوجئت بذلك. أحسنت صنعاً. إليك هذه. من أين أتت هذه؟ انتهى تدريبنا اليوم باسم. لماذا يجب أن نتوقف؟ لم أتعلم من الإخفاق شيئاً. التعلم الحقيقي يقتضي الحركة والسكون بالقدر نفسه، وقد أديت الحركة، والآن التمس السكون. لا تستعجل التدريب، كن صبوراً، الفشل جزء من تقدم سعيك. فكر فيما قلته لك وعد بحال أفضل. أمرك معلمتي، سأفعل. جيد، أراك لاحقاً. سيعود أحمد إلى بيت الحكمة قريباً. أخشى أن ينتهي به الحال محاصراً في وكر أفاعٍ. أعلم مدى قربك من أخيك. سنعرف مزيداً من الأنباء عما قريب، وبعدها يمكننا التصرف. السلام عليكم يا أبا جعفر. اسمي أحمد. أحمد، المعذرة. لا عليك، تعال واستدفئ بالنار. أخونا أحمد سيرحل عنا في الغد إلى بغداد، بيت الحكمة. بيت الحكمة؟ عملت أنا وأخي هناك أعواماً عديدة. ما زال لدي أمور أود العمل عليها. العلم لا ينتظر أحداً، وسأفي بواجبي كمستتر بأن أكون لكم عيناً وأذناً وسط العلماء. هل من مساعد في العسس الليلة؟ سأصحبك يا نور، لابد أن أحرك جسدي إذا أردت الدفء. أنا ممتن لذلك، فلنذهب. هل ستأتي يا باسم؟ أترك الحكايات لوقت آخر. هل نحن بأمان هنا في ألموت؟ لا أعلم ذلك، لكنني أشفق على من سيهاجمون عشر. كيف تسير الحراسة؟ لا شيء يحدث في ألموت، وأنا جائع. لم نصل إلى الأخدود الرئيسي. ممتاز، سنبدأ من هناك. شكراً لك. هيا يا نور، اتبعني. هذه مهجة مدهشة. قريباً ستحظى بصقرك الخاص. عرفني فولاذ بصقر يسمى إنكيدو، قال إن بيني وبينه كثيراً من الخصال المشتركة، ولم يكن يقصد المدح. إنها ترى شيئاً، اتبعني. صعد بهدوء يا باسم. انظر على مخبأ. ما هذا المكان؟ نحن قرب معسكرهم، سنتفوق عليهم حتما. استعدوا. كفوا عن إثارة الضجيج. بسرعة، أنا خلفك. فلتلقى ربك. انتهى أمرك، استعد للجحيم. على يدي. أجل، لا ترحم أحدا. وجدته. لا يشبه الأهداف الخشبية، صحيح؟ ليس الأمر كذلك.
هذا السيف؟ ماذا به؟ مرتزقة بغداد يستخدمون هذه الأسلحة. يجب أن نحذر الآخرين. مرتزقة من بغداد. كيف تعرف ذلك؟ ميز باسم طريقة صنع السيف، أنا أصدقه. أحضره هنا. كيف عرفت أن هؤلاء الرجال من بغداد؟ لقد نشأت في شوارعها، رأيت سيوفهم تلك مرات عديدة وعن قرب. خلف كل جماعة من المرتزقة رجل يأتمرون بأمره. أجل، وعلينا التصرف إن أردنا معرفة من يكون. سنعود إلى بغداد ونلتمس مساعدة علي بن محمد. بالتأكيد، صاحب الزنج، إنه خطير وأحمق ضال. ربما، لكنه أحد حلفائنا المعدودين في بغداد، نحتاج إليه وإلى رجاله. سوف أرجع إلى بغداد. اذهب إلى علي، اكتشف إذا كان التنظيم أرسلهم. سأفعل. وفقك الله. بالتوفيق. وداعا، أراك لاحقا. السلام عليكم يا باسم. ما هو شعورك في هذا اليوم الميمون؟ يساورني شعور غريب أيها الحسن. نفسي أهدأ مما كنت أخالها. خلت أنها ستكون كالبحر الهائج، لكنني هادئ ومطمئن. ذلك لأنك نذرت نفسك للتدريب ولم تترك مجالا للمصادفة. خذ هذا يا باسم، إنك تستحقه، إنه تكريم عظيم، لا أظن أنك تدركه. المعلمة روشان تنتظرني مع الآخرين. وداعاً وشكراً لك أيها الحسن. ليتني أستطيع النظر داخل الكهف لوحدي حتى أرى ما بداخل. يوم عظيم بالنسبة له. ستشرفني الدعوة لاستهلال العمل.
كيف تشعر؟ مستعد للقفزة. أود أن تعلم أني شرفت بمراقبتك خلال مسارك كمبتدئ وكرجل. إنني ممتن لك على تمهيد السبيل أمامي. هذا شرف لي. هيا، رداؤك الجديد في انتظارك. إنه يناسبك تماما. هيا، لقد حان الوقت. كيف شعرت في ذلك اليوم الذي مر عليه زمن؟ شعرت بالخوف. تصببت كفاي عرقا وكانت ركبتاي ترتجفان. لا أستطيع أن أتخيلك خائفا. اسمح لي بأن أبوح لك بسر في هذا اليوم الجليل. التحلي بشجاعة يعني أن تتصرف في غمرة شعورك بالخوف الشديد. باسم ابن إسحاق، هل أنت على استعداد لأن تهجر حياتك وتسير في درب الظلال؟ نعم. هل أنت على استعداد لنبذ كل ما ظننت يوماً أنك عليه وللتضحية بالغالي والنفيس؟ نعم. إياك أن تنسى العهود التي قطعتها على نفسك. أبعد نصلك عن الأبرياء. اختبئ على مرأى العيان. إياك وأن تكشف أمر الأخوية. ثم ستغادر الظلام نحو النور. ومن النور ستعود إلى الظلام. باسم ابن إسحاق، إنك الآن تتبع سبيل الصقر. مرحبا بك أيها المستتر. مت وبعثت من جديد. قاتلني الآن ندا لند. إليك هند. لقد أحسنت تدريبي يا رشا. ساعدوني. نور. نور.
لا تجهد نفسك، ادخر قوتك. لقد سافر دون استعداد، غادر بغداد على عجل. إليك هذا، اشرب. علي، لقد اختفى، أخذوه خلال الليل. من؟ التنظيم. انقلوه إلى خيمتي. اختفاء علي يجعلنا كالعميان، صارت تحركات التنظيم في بغداد خفية عنا. يجب أن نذهب إلى بغداد. روشان، باسم، اذهبا مع فولاذ، فلتغادرا. باسم، لنواصل التحرك. أود أن ألقي نظرة في الأرجاء أولاً، أتسمحين لي؟ تناديني بغداد وما حولها. لا بأس، لكن لا تتأخر، ينتظرنا عمل كثير عند وصولنا إلى الحربية. ابحث عن ساحة مسقوفة بعريشة تقع قرب مسجد الشارع، كان نور يرصد الأنباء في ذلك المكان، سنذهب إلى هناك.